مشروع المساواة في النوع وتمكين المرأة في الأراضي الفلسطينية والذي انطلق في تموز من العام 2009 بدعم من الحكومة الإسبانية وبميزانية وصلت إلى 9 ملايين دولار جاء إيمانا بدور المرأة في المجتمع الفلسطيني وتأكيدا على حقها في الحصول على فرص متساوية في كافة مناحي الحياة. خلال 41 شهراً ساهم المشروع في 3 محاور حيوية. على الصعيد الاجتماعي ساهم المشروع في الحد من كافة أشكال العنف ضد المرأة، وعلى الصعيد السياسي ساهم في زيادة تفعيل المرأة في الفضاء العام. أما اقتصاديا فقد ساهم وبشكل فعال في تعزيز بيئة تشريعية نقابية ومجتمعية قادرة على العمل لرفع مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها اقتصاديا. المشروع رافقه حملة إعلامية استندت على استراتيجية إعلامية تم بلورتها بناء على تحليل لواقع عدم المساواة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في المراحل الأولى من البرنامج. الحملة الإعلامية تضمنت تنفيذ أنشطة إعلامية منها برنامج أسبوعي حواري حمل عنوان أنت وأنتي بالتعاون مع تلفزيون فلسطين، وناقش على مدار أسابيع كل ما يتعلق بتمكين المرأة الفلسطينية لأيام 10، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين أقام المشروع أياما مفتوحة للطلاب والطالبات ركزت على أهمية المساواة بين المرأة والرجل في الحياة العامة. المشروع وخلال أشهره 41 أنتج 4 أفلام وثائقية بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية ومؤسسة مفتاح. وفي الإذاعة والتلفزيون أيضا أنتج المشروع ومضات إذاعية وتلفزيونية بالتعاون مع جمعية تنظيم وحماية الأسرة وجامعة القدس ومؤسسة سوا. وفي مجال الرياضة وتحديدا النسائية منها نظم المشروع مباراة لكرة القدم النسوية كان هدفها تسليط الضوء حول دور المرأة في الرياضة بالتعاون مع اتحاد كرة القدم الفلسطيني ووزارة شؤون المرأة. أكثر من 60,000 مشترك في الاتصالات الخليوية وصلهم على هواتفهم رسائل نصية حول تعزيز مكانة المرأة في المجتمع. في الصحافة المكتوبة أصدرت الحملة الإعلامية 6 أعداد من نشرة صوت النساء بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة، وكذلك إنتاج عدد خاص من مجلة الغيداء بالتعاون مع مركز شؤون المرأة في قطاع غزة. الصحفيون كان لهم نصيب في الحملة الإعلامية من خلال تدريب عدد منهم حول قضايا النوع الاجتماعي. أما على صعيد الإعلان فقد تم تزيين شوارع المدن الفلسطينية بيافطات حول قرار الأمم المتحدة رقم 1325، وفي الشوارع أيضا جداريات تم رسمها على أيدي فنانين فلسطينيين تحمل رسائل حول المساواة بين الرجل والمرأة. وعمل المشروع على تنظيم ندوات وطنية للإعلاميين الفلسطينيين. وعلى صعيد الإعلام الإلكتروني تم تفعيل صفحة إلكترونية خاصة بالإنجازات التي قدمها البرنامج على مدار أشهره 40.
كذلك تم طباعة وتوزيع العديد من النشرات والمواد الإعلامية الأخرى، منها نشرة خاصة حول إنجازات المشروع باللغتين العربية والإنجليزية، وتم إنتاج فيلم وثائقي حول إنجازات المشروع. المشروع اختتم بحفل كبير حضره العديد من الوزراء، حيث تم خلاله عرض أهم إنجازات المشروع.